لأهم الأخبار اللي بتخص القلعة الحمراء النهاردة. كولر اجتمع مع كابتن سامي قمصان. بيواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته من عصر اليوم في ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة تحت قيادة جهازه الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر استعدادا للمرحلة المقبلة. كولر عقد اجتماع مع سامي قمصان مدرب الفريق على هامش الميران لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالتدريبات اللي بياخدها الفريق خلال فترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية. خضع اللاعبون للتدريبات البدنية تحت إشراف اندرياس اندويا مخطط الأحمال قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز الجميع للارتباطات القادمة. ايضا كابتن خالد بيبو بيدعم الدوليين قبل مباراة منتخب مصر وموزمبيق. كابتن خالد النهارده اجرى اتصالات هاتفيه بكل لاعبي منتخب كل لاعبي النادي الاهلي المتواجدين مع منتخب مصر ببطوله كاس الامم الافريقيه، واطمأن بيبو على حالتهم وتمنى التوفيق لجميع عناصر المنتخب وجهازهم الفني، وايضا تمنى لهم التوفيق و المنافسة على هذه البطولة. النهاردة كان خالد عبد الفتاح اكتفى بجلسة علاج في الجيم، وذلك طبعا في ضوء البرنامج اللي بيؤديه تحت إشراف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.